وبركاته. أهلا وسهلا بكم أبنائي الطلاب بناتي الطالبات إلى حلقة جديدة من المدرسة النموذجية لمادة العلوم، وها هي تكملة الوحدة الأولى من مادة العلوم للصف الأول الأساسي، فهيا نتابع معا. لقد انتهينا من الدرس الثاني من الوحدة الأولى. أيها الطالب النجيب، ماذا تخمن عنوان الدرس الثالث من الوحدة الأولى؟ إنها كلمة معروفة وسبق أن درسناها في الدرس الأول. ما هو؟ صحيح، إنه جذعي. ماذا؟ جذعي. سوف نتعلم الآن ما هو الجذع. ما هو الجذع؟ هذا هو الجذع أيها الطالب النجيب. الجذع، الجذع هو الذي يصل بين الرأس والأطراف، هذا هو الجذع. ماذا هو الجذع؟ كما نرى في الصورة هذا هو الجذع، وهنا هذا هو الجذع، وأيضا هذا هو الجذع، وأيضا هذا هو الجذع. في هذه الصورة إن مادة اللغة أو مادة العلوم إنها تعلمنا ما هي الطريقة الجيدة لاستخدام الجذع، ما هي الطريقة الجيدة وما هي الطريقة الصحيحة للكتابة. هذه الطالبة التي تدرس على الكرسي والطاولة أم هذا الذي يحني ظهره على الأرض؟ صحيح، نتعلم بطريقة صحيحة ونجلس على الكرسي بطريقة صحيحة. جيد، هل أحمل الأثقال بطريقة وأحني ظهري أم أرفع ظهري بشكل مستقيم؟ صحيح، أرفع ظهري بشكل مستقيم. الجذع يقع وسط الجسم بين الرقبة والأطراف. الجذع يقع وسط الجسم بين الرقبة والأطراف، وأجزاء الجذع هي، هل تعرفها؟ نعم، سنعرفها مع بعض. صدر، صدر، وبطن، وظهر. وسوف أريكم صورة توضح لكم هذه الأسماء. أصل الكلمة بالجزء الصحيح. أنا أعرف أنكم طلاب نجباء وأنكم تعرفون هذه الصور قبل أن أشرحها لكم. هذا صدر، هذا صدر، صدر، وهذا بطن، وهذا بطن، وهذا ظهر، وهذا ظهر. وهذه الأجزاء الثلاثة تشكل، صح، الجذع، الجذع. الآن سوف نحاول أن نرى إلى أين يأخذنا السهم. هذا بطن، وسوف نتتبع السهم. صحيح، بطن، بطن. أيضا، وماذا عن هذه الصورة؟ سوف نتتبع السهم لنعرف إلى ماذا يدلنا. أوه، صدر، صدر. وهنا ظهر، ظهر، ظهر. ما أجمل مادة العلوم أيها الأطفال الصغار، إنها تفتح عقولكم. من يذكرني ما هي آخر أو آخر جزء درسناه؟ من يذكرني؟ أجسامنا، ثم رأسي، ثم جذعي. صحيح، فماذا بعد الجذع؟ ماذا بعد الجذع؟ هل تستطيعون تخمين درس أو الدرس التابع؟ صحيح، أطراف، أطراف. نتابع في الشاشة. هذه أطراف، أطراف، هذه أطراف، أطراف. يوجد لدى الإنسان أطراف علوية وأطراف سفلية. الأطراف العلوية هي اليدان، هي
اليدان هي اليدان، جيد. والأطراف السفلية هي الرجلان، الرجلان. وسوف ننتقل الآن للشريحة القادمة. أستنتج وظائف أطرافي. الأطراف العلوية هي اليدان. بماذا أستخدم اليدان؟ ما هي الأطراف التي أكتب بها؟ أنا أعلم، أنا أعلم. ماذا تعلمون أيها الطلاب النجباء؟ أكتب بيدي، أكتب بيدي. ممتاز. إذن نكتب بأطرافنا العلوية وهي اليدان كما توضح الصورة. أكتب بيدي، أكتب بيدي. وماذا عندما أريد أن أركب الدراجة؟ يا ترى ما هي الأطراف التي أستخدمها؟ هذا ولد يركب الدراجة، إنه يستخدم، صحيح، إنه يستخدم الرجلان لقيادة السيارة، عفواً، لقيادة الدراجة، كما أنه كذلك يستخدم اليدان كي يستطيع ضبط اتجاه الدراجة. أطراف جسمي أستخدمها في الحياة اليومية، فأنا أكتب بيدي، أكتب بيدي، وأقود الدراجة بيدي ورجلي، بيدي ورجلي. أطرافي العلوية هي اليدان، اليدان، وأطرافي السفلية هما الرجلان، الرجلان. الأطراف العلوية والسفلية لها وظائف مختلفة. ماذا يطلب المعلم منا في هذا الدرس؟ يقول نلون الأطراف اليمنى باللون الأحمر. أين هو الطرف اليمين؟ أين هو الطرف اليمين؟ بالنسبة لهذا الفتى هذا هو اليمين. يقول ألون أطراف اليمنى باللون الأحمر، لكن أنا لدي لون واحد أزرق لأنني أكتب بقلم إلكتروني، ولكنك حر في استخدام الألوان وتستطيع استخدام اللون الأحمر والأزرق والأخضر، ولكن هنا التزم بالإرشادات التي يعطيك إياها الكتاب. هذا هو الطرف الأيمن، وسوف نحدد عليه بأن هذا طرف أيمن، وهناك طرف أيسر، وهذا هنا طرف أيسر. أريد منك فقط أن تقوم باستخدام ألوان صحيحة. أضع علامة دائرة حول الطرف المستخدم. ماذا نرى في الصورة؟ ماذا نرى في الصورة يا أبنائي؟ نعم، نرى فتاة تأكل، نرى فتاة تأكل. ماذا تستخدم للأكل؟ بماذا تأكل؟ هل تأكل برجليها؟ لا 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 لا. إذن اليد، أستخدم اليد. وهنا ولد يمشي، ماذا يستخدم كي يمشي؟ إنه يستخدم الرجلان، الرجلان. يطلب مني مدرس العلوم أن أصل بين الجزء ومثيله في الشكل. فلنبدأ. تابعوا معي. ما هذا؟ رأس. إذن سوف أقوم بإيصاله للرأس. جيد، محاولة جيدة. ما هذا؟ طرف علوي. يد. إذن أوصله لليد. ماذا أيضا؟ طرف سفلي. طرف سفلي أيسر، وسوف أوصله للطرف السفلي الأيسر. هنا رجل يمنى، طرف سفلي أو رجل، وسوف أوصله للرجل اليسرى أيضا. هذا أيضا، ما هذا؟ جذع. ما هذا؟ جذع. إذن نوصله إلى هنا. وهناك أيضا يد يمنى، يد يمنى، أو طرف علوي أيمن. نعم، لقد أتممنا النشاط بنجاح.
ارسم العضو الناقص على الوجه في مكانه الصحيح. هل تستطيع أن تتابع معي؟ سوف نقوم بإيصال هذه إلى هنا وسوف نرسم واحدة مشابهة ولكنها كبيرة نوعا ما. لا بأس، لكنها صحيحة. وهذا أيضا أنف، وسوف نحاول أن ننقله إلى هنا. نرسم أنفا مشابها، هذا أنف، ونرسم كذلك هذه عين، إنها هنا. سوف أحاول أن أرسم عينا مشابهة، عين. بقي فم، صحيح، هذا هو الفم. سوف أرسم هنا فما لهذا الولد، وهذا كان هذا آخر نشاط لنا في هذه الصفحة للوحدة الأولى. أتمنى أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وأن تكونوا قد تعلمتم كل هذه المصطلحات العلمية الجديدة. إلى اللقاء في درس جديد.